او الفيلم بتاع الليتش بتاع فين هم ثلاثة ازرق الباقي اتسرق اتسرق الفريق بتاعك مين اللي لابس ازرق لو كده هتلاقي هم انت معاك كام واحد طيب في طيب في ازرق في ازرق تاني الشنطه دي في الشنطه دي انت المفروض يا محمد برضو تراعي نفسك يعني انزل شويه انت ما كنتش كده يا محمد لسه بنرجع بقى لسه بترجع بقى لها 5 6 شهور فكره احنا لعبنا مع شد خيوه بقى شد فريق فيه الفريق الاولاني كان شد فريق ده بيحلم ده عايش في ميه ايه اللي بيحلم ده شد فرقتين موجودين اهم انت ما لعبتوش اساسا نعم احنا لعبنا فريق اولاني كان صم بلعب هو احنا في 5 دقايق اللي في الاخر هيفرق معاك الاستلامه اتعلم مني شوف انا بستلم ازاي واستلم قرعه مش تقسيمه يا رجاله قرعه انت اللي مختار الورقه بايدك محمد محمد يا محمد يا استاذ محمد اهدى شويه يا استاذ محمد احنا لسه في اللعب احنا لسه في اللعب بلا عينك بلا رجلك ايدك ما تترفعش يا كابتن هترضك حلوه جول طب هي بقى ضاعت جابها اهو جابها هات يا هات يا اسمه ايه هات الكوره العب بيها خليها هنا ماشي العب بقى ما تضايقناش بقى يا كابتن قلت لك اتعلم مني واحد ورا واحد ورا كنتش نزلت انا مع الفريق اللي لابس احمر ده هو المفروض كده كنت نزلت مع الفريق اللي لابس احمر ده كنت هبدع فريق ناقصهم مهاجم بس هو مين ده هو الفريق الاحمر بتاعكم ده لازم الكابتن مصطفى اصلا مش عايز اتكلم عن نفسي انت يا سيد عمال تبلدم بتقول يا سيد سمعني بقول لك بس حد ورا بيقول لي لا بقول له حد بيقول لي كلمه متاخر تقول حد متاخر خد الطريق يعني هو بيقول لك لا انت ما سحبتش ورقه يا كابتن سحبت ورقه ولا لا طب ما انت ملهاش دعوه العدد الاكتر هو اللي بيختار يا كابتن يعني التقسيمه ولا القرعه لو بصيت على الجروب هتلاقي ان القرعه دلوقتي حوالي 11 والتقسيمه 9 يبقى هناخد العدد الاكبر احنا ناس ديمقراطيين ها التقسيمه سواء بتكسب كتير هتقعد بقى تمسك لي رجلك وبتاع قوم يا عم ولا بتعرف تلعب ولا بتعرف تعمل حاجه كورة الكورة بطريقة تتاكل كده أنا عارف ما دام التليفون سخن بطريقة تتاكل هو ابني راح بيه صح
خش العب معاهم. ايوه يا بابا العب معاهم، قول لهم انا ابن الكابتن، ما يردوش يلعبوك العب معاهم بالعافيه. قتلت خالك يا ولد، قتلت خالك يا ولد. يا عم ده ما تمسكوش ده، سيبه بيجري كده لوحده، مش للدرجات دي. قوم قوم. ماشي معاك، بتعمل اي حاجه ماشيه معاك. بنت صغيره تعلم بقى، عشان ده مش اول مره واخر مره بقى. المفروض زيرو، زيرو وعشرين المفروض، بس لو الراجل ده فضل متاخر هنخلي 10 عشان يجي يلعب ماتشين على الاقل ولا حاجه. اه في 2 مش واحد. انا انت المفروض تنك، ما هو دول مش فريق، مش فريق. معلش. طبعا. هو يبوظ لي النظام ليه؟ هو هيزعل لما انا احطه هيتاخر، هيزعل. انا مش شايف اي حاجه يا احمد على فكره منك، ده ما تصورش بسبب ما جاش يا عمي، في واحد حته واقفه قدامنا هنا. عدي عدي. سخت الملعب بقى في كده. الملعب مشكلته انت مش عارف هو واسع ولا ضيق ولا مخالطه. هو واحد حاجه في الارضيه بصراحه. ايوه ماشي بقى. حلوه بقى. يلا يلا يلا. حلوه بس انت مش محدده. انت نفسك مش عارف، بتحس انك مش عارف كره هتجي ولا ايه؟ يعني بصراحه خدعتك، بتحس كره هتجي من هنا؟ كره سريعه. مش عارف اشوطها ولا ايه؟ عايز اقول الارض مش مستويه اساسا. الله، الارض مش مستويه. ايه؟ مش مستويه الارض، فيها نزول وطلوع، يعني هناك دي تحس انها نازله طالعه شويه. دي مدرسه يعني، مش الراجل ما كانش عاملها استثمار يعني للملعب، فقال لك بقى ما دام العمليه زنقت شويه في البلد نشغل شويه. على فكره الملعب دلوقتي احسن من اي حاجه. طبعا الملعب دلوقتي احسن من اي حاجه. ايوه الملعب بيخش لك ب 18000 في الشهر، ملعب واحد ده. اقل حاجه. بس المشكله ان النجيله غاليه قوي، النجيله تخش لها في 250000 جنيه واكتر من كده كمان. لا لا بتقعد مثلا 10 سنين 12 سنه. كهربا قطع. يلا يلا ما تلعب يا سيد، ما تنرفش زمايلك بقى. ما بعرفش انا ما بقى اشوف. ينزل لك ميه على الركب، انا معايا في الشنطه بينزل ميه على الركب. كل بقى اشوف الكوره ما اعرفش الكوره. انا معايا بس بلعب بيه بس كل فين وفين يعني. ما اعرفش حاجه الواد على الركب. والله هو الافوت حاجه في الدنيا كلها الحجامه. حجامه. الله. للجسم كله مش للركبه بس. ينفع حاجه لان كلها بتبقى دم فاسد فيبقى عايز يخرج.
ارجع يا عماد، يلا يا عماد العب مع زمايلك. يا سيد سيد سيد، احنا مش عايزين، احنا مش هنبات فيه اصله ولا هنا، احنا راجعين تاني، هنرجع ملعبنا ان شاء الله. خلاص هو مين اللي عاش بس؟ هو مين اللي عاش؟ شغال في الرحاب شويه وبعدين، هو لو مات هيجرى له ايه؟ انا موجود يا سعد، سعد انا موجود. اي مصلحه انا داخل فيها؟ ده تشطيبات ماليش دعوه بالكوره خالص. ما هو انتوا عرفتوا بعض من عن طريق ايه؟ انا ليا يا عم 10%. لا لا 10% يا راجل، احنا ما لهاش اصلا. صدق بالله العميل النهارده انت ممكن تقوم تاخد منه شويه وترمي نفسك. وربنا ساعات بدفع ما شطش ما شطش. انا بقيت بمد العقد ماشي اللي ماشي. طب انت بتشوط فيا انا ليه؟ تعال خلي معاه، تعال خلي معاه، مش عارف ده بيضربها فيا انا، انا مالي انا؟ يا حكم يا حكم والله انا ما وقفتش. العب يا كابتن. طيب يا احمد يا عمر، في ايه يا احمد؟ هو ليه هم مستنيين اي حاجه؟ انا ما وقفتش، انا قلت العب بعينه فوق. ما دام الحكم ما وقفش يا كباتن، قوم قوم قوم، انا شايف ما فيهاش حاجه. دي ما فيهاش حاجه، ما شفتش الثاني. يا احمد اهدى يا احمد، اهدى يا احمد، عادي يعني، هو في قلب اللعبه لازم يكون متنرفز ومتعصب، عادي يعني، لازم نتحمل بعضينا. انت الحكم لازم تكون هادي. يا جماعه اللي ما صلاش البتاع يصلي يا جماعه، المغرب. هات الكرة، هات الكرة، لا لسه بدري، لسه فاضل خمس دقايق، فاضل خمس دقايق. مشكلة يا عم ما بيعرفش يلعب، الجون عمال يسخن. يا عماد يا عماد يا عماد، ما تقوحش في حاجه، صح يا عماد؟ هو سامع كنت حطيت جسمك، دي حقيقه. لا دي فاول ليك عليك انت، دي حقيقه يا عماد والله. لا حول، ما انت اللي رميت جسمك قدامه. مش هنقعد حكايات احنا. طب الملعب التاني ده ما فيهوش حد، نعمل ايه؟
ممكن الفريقين التانيين يلعبوا هناك يا كابتن ونبدا على فكره مديك اسوء ملعب. عايز تروح هناك النجوم؟ عايز تروح انت الملعب اللي بيعجبك. بس الملعب التاني اللي انا شايفه عتمه بصراحه. الراجل ده من هنا، الراجل ده بيلعب. ده كابتن مجدي. التاني عتمه. لا احسن ملعب اللي هناك ده. لا انا بقول لك احسن ملعب اللي هناك ده. اللي تلاحظ الملعب اللي فاضي هو اوسخ اوسخ ملعب. ده عمره ما هتشوفه فاضي. اللي هو الناحيه الثانيه. مش بالكوبري يا كابتن. هي بالاضاءه انضف هناك. عارف لما يكون واحد مش فاهم؟ معلش يا سيد. يلا يا سيد يلا يا سيد يلا يا سيد يلا يا سيد. مش عايزين كلام كتير. هتردك يا سيد. يا سعد يا سعد ما تهدى يا جماعه. في خلاص الماتش هينتهي. يلا يا سيد. يا محمد اهدى على زمايلك. يا محمد يا محمد اهدى. مش هتاخد حاجة في الآخر. حلوة حلوة. يلا يلا هيعمل ايه طيب يعني؟ اقول لك حاجه، انا جنبي مدرسه انترناشونال بتطلع. لا ضربه جزاء. القانون قال لك خلاص ما دام خبطت في دخله. هو لا هو بيزعق. كان عايز ضربه جزاء. هو كام؟ هتعمل ايه؟ هناك في حمام هناك. بس يلا عشان الوقت قرب يخلص. ولا انت كده كده عادي ممكن ما تلعبش عادي يعني. ممكن ما نلعبكش تاني عادي. روح براحتك. هو عنده اصلا في المغزى. انت كده بالدبله زياده. اساسا ايه اللي عندك؟ شهر واحد دلوقتي الدوار بتشتري وتخزن مش عاوزه تبيع. بالظبط. فبيدبل. ايوه عارف انت دورتها يعني. رقم 20 فين يا كباتن؟ هو ده اللي بيخسرنا. رقم 50 فين؟ بتاع رقم 10 فين؟ طب يلا جهزوا نفسكم. دمرها ثلاث مرات في ثلاث شهور. جهزوا نفسكم هاندي. اخر هجمه احمد. اخر هجمه احمد. اخر هجمه. هو مش جديد. عارف الاسعار بتزيد. مفيش طلب. طيب. طيب.